السلام عليكم يا زملاء طلبة ربة السادس إعدادي. اليوم لدينا درس جديد مع الأستاذ حسن الخفاجي وطريقة العد التنازلي، وما زلنا في السؤال الثاني، سؤال قواعد في الوحدة الخامسة، وموضوع مهم من أزمنة البيرفكت. أزمنة البيرفكت هي أزمنة التام سواء كان في المضارع أو في الماضي. تكلمنا عن البريزنت بيرفكت سمبل والبريزنت بيرفكت كونتينوس، بالإضافة إلى الفرق بين سينس أم فور، وكذلك فرق بين been and gone. هنا وصلنا إلى past perfect، واتفقنا على أن الوحدة الخامسة هي وحدة مضللة، ممكن أنه الطالب يقرأ المواضيع ولا يستطيع حل التمارين، والسبب في ذلك السبب واضح جدا، وهو أن المواضيع تختلف نوعا ما عن ما هو مطلوب في التمارين. طبعا نفس المواضيع، ستعطيش قضية مو هي نفس المواضيع، نفس المواضيع ولكن المطالب تختلف وليس فقط على الأزمنة. مثلا هنا عندنا past perfect الماضي التام. شنو قاعدة الماضي التام؟ طبعا احنا ناخذ بالعادة قاعدة واستخدام، ولكن في التمرين ليس هناك قاعدة واستخدام وإنما يطلب أشياء أخرى. هنا عندنا past perfect الماضي التام. طبعا هنا الماضي التام في التمرين يقول ضع الأفعال بيا زمن في الماضي البسيط أو الماضي التام، يعني ربطها مع زمن آخر اللي هو past simple or past perfect. وهذا ما أتحدث عنه لأنه تمارين الوحدة الخامسة مضللة والطالب ممكن يشتبه بها. نرجع إلى زمننا وهو الماضي التام past perfect. طبعا S هي الحرف الأول من كلمة subject، هاي اعتادينا عليها وعرفناها، والتكرار لغرض الفائدة، يعني فاعل. الفاعل ممكن يكون جمع، ممكن مفرد، ممكن ضمير، ممكن اسم. بعد مباشرة راح تجينا هاد، راح يجينا هاد. احنا اخذنا بالمضارع التام البسيط has و have تصريف ثالث. المضارع التام البسيط has و have تتحول الى الماضي، تصبح هاد. يعني هاد شنو اصلها؟ has و have في زمن المضارع، في الماضي اصبحت هاد. بعدها تصريف الثالث للفعل. تصريف الثالث للفعل أعيد وأكرر بأنه على نوعين. النوع الأول فعل قياسي، يعني بلاي أصبح شنو؟ أصبح بلايد. بلاي أصبح بلايد. ليش بلاي أصبح بلايد؟ شنو السبب؟ السبب جدا واضح، لأنه من الأفعال القياسية بلايد. الأفعال القياسية يتم تحويلها للتصريف الثالث من خلال إضافة إيدي. أما الأفعال غير القياسية اللي هي الأفعال اللي الطلاب غالبا ما تسميها شاذة، هي irregular verbs مثل go راح تصبح gone، أو أي فعل آخر speak راح يصبح spoken. هذا هو التصريف الثالث، هاي في حالة الإثبات. أما في حالة النفي، طبعا subject هو الفاعل، مفرد جمع، ضمير اسم ما يهمني. راح يجينا بعده had، أضيف لها not، صير had not أو hadn't، مختصرة الحلين صح. وبعدها أيضا تصريف ثالث للفعل مثل ما اتفقنا على نوعين، أما قياسي أو غير قياسي. هاي في حالة النفي. في حالة الاستفهام تقديم وتأخير، يتقدم الفعل المساعد على الفاعل، يعني يصير had subject وتصريف الثالث للفعل. زين هنا إذا أجتني أداة start، الأداة ممكن تجيني هنا مثلا أي أداة، مثلا نقول what, how, when, how long, how many, how much، أي أداة ممكن تجينا، فهي تصبح البداية. هو التركيب الأساسي أنه يكون عندنا الفعل المساعد قبل الفاعل، وبعد شنو؟ بعده هو التصريف الثالث، والتكملة بالنهاية علامة استفهام. سألتم درس اللغة الإنجليزية دائما تحاسبون عن نقطة على علامة استفهام وعلى شنو المشكلة؟ المشكلة أنه حتى تبين لي أنه هذا سؤال وهذا جملة وانتهت الجملة وبدت عندي جملة أخرى، وهي أشياء مهمة جدا، وأسألوا أصحاب الاختصاص. التمارين أنا اتفقت على أنه التمارين سأحلها في محاضرة لاحقة خاصة بتمارين الوحدة الخامسة، ما عدا طبعا موضوع الrelative clauses اللي راح تكون محاضرة مختلفة. لكن التمارين اللي تخص الباست بيرفكت وكذلك الباست سمبل والبريزنت بيرفكت سمبل والبريزنت بيرفكت كونتينوس بين
and Gone و Sins and Far ستكون لها محاضرة خاصة إن شاء الله، انتظروها. بالنسبة للسنة عام 2020 يعني راح تكون الوحدة الخامسة هي آخر وحدة داخلة، والسنين القادمة بالتأكيد راح تكون كل الوحدات داخلة إن شاء الله. هذا كل ما لدينا اليوم من موضوع الباس بيرفكت، موضوع بسيط ومكرر عليكم ولكن الفكرة في التمارين. إذن إلى محاضرة أخرى، أراكم في كل خير إن شاء الله.